بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي طلاب المرحلة المتوسطة القسم الثالث متوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ندرس الوحدة السادسة، والدرس الأول يتكلم على التيار الكهربائي. طبعا المفترض يا شباب النهاردة الأهداف اللي عندنا ان احنا كيف تصف او كيف يمكن ان يصبح جسم ما مشحونا كهربائيا، وايضا ان تكون قادرا على ان توضح كيف تؤثر شحنة كهربائية في شحنة كهربائية اخرى، وايضا ان تميز بين المواد الموصلة للكهرباء والمواد العازلة للكهرباء، وايضا ان كيف يحدث التفريغ الكهربائي للبرق، وما هو المقصود بالجهد الكهربائي والمقاومة، وما هي البطاريات. درسنا قبل كده ان الذرة كل المواد تتكون من الذرات، والذرة مكوناتها داخل الذرة يوجد النواة، ويوجد داخل النواة بروتونات موجبة ونيترونات متعادلة الشحنة، ويوجد حول النواة إلكترونات تدور حول النواة وهي سالبة الشحنة، وفي المجمل الذرة تكون متعادلة لأن عدد الشحنات الموجبة داخل النواة يساوي عدد الشحنات السالبة خارج النواة. طيب كيف يحدث بقى عملية التيار الكهربي أو الشحنات الكهربائية؟ نجد أن الإلكترونات، نعرف إن هي سالبة الشحنة. طيب الإلكترونات سالبة الشحنة دي عندما تنتقل إلى جزء آخر أو جسم آخر، فتكسب هذا الجسم الآخر شحنة سالبة، والجسم اللي هي انطلقت منه تبقى عليه شحنة موجبة، وهذا ما يسمى بالايه، بالتيار الكهربائي او بالشحنات الكهربائيه. طيب نلاحظ ايضا، تلاحظ هذه الكهرباء عندما تيجي تقبض، تمسك مقبض الباب، فتحس بشحنه كهربائيه تسري في يدك. ما هو مصدر هذه الشحنه؟ نعلم ان الانسان لما بيمشي، وخصوصا على السجاد، عند احتكاك السجاد بالقدم تقوم تنطلق بعض الشحنات الكهربائية من السجاد إلى القدم، وتتراكم هذه الشحنات على جسم الشخص، وعندما يمسك المقبض تقوم الإلكترونات اللي موجودة في جسمك تقوم تنطلق وتروح للمقبض، وهذا ما يسمى بالتفريغ الكهربائي. التفريغ الإيه؟ الكهربائي. طيب الكهرباء او الشحنات اللي كانت على جسمك دي يسموها الكهرباء الساكنة. الكهرباء ايش؟ الساكنة، او الشحنات الساكنة. طيب ما هو التيار الكهربائي بقى؟ التيار الكهربائي هو تدفق للشحنات الكهربائية خلال موصل، يعني ان الشحنات الالكترونات اللي هي السالبة دي تسري من القطب السالب وتروح في اتجاه القطب الموجب عبر سلك، وهذا ما يسمى التيار الكهربائي. ودي بتمشي فقط، بتسري فقط فين؟ في الدائرة الكهربائية، إذا كانت في دائرة كهربائية زي ما أنت شايفها دي. طب هل كل المواد أو الأسلاك، السلك اللي هيمر فيه التيار الكهربائي ده، هل هذه الأسلاك مصنوعة من إيه؟ مصنوعة من مواد تسمح بمرور التيار الكهربائي فيها بسهولة، وهذه المواد التي تسمح بمرور التيار الكهربائي فيها بسهولة تسمى الموصلات، مثل النحاس ومثل الذهب ومثل الحديد. بس بنستخدم النحاس لأن النحاس هو يعتبر من أفضل الموصلات، الشحنات بتمشي فيه بسهولة، وأيضا ثمنه معتدل، يعني ثمنه رخيص. طبعا مش هنقدر نستخدم الذهب في التوصيل في تصنيع الاسلاك العاديه يعني.
طيب المواد بقى اللي هي لا تسمح بمرور الشحنات داخلها بسهولة، هذه المواد تسمى العوازل. العوازل مثل الخشب ومثل البلاستيك. طيب يوجد هناك مواد تسمح بمرور الشحنات ولكن بدرجة قليلة، درجة قليلة، يسموها أشباه الموصلات، وهذه مثل الجرمانيوم والسيليكون، ولها استخدامات كثيرة جدا في الرقاقات الإلكترونية وصناعة الإلكترونيات، وخصوصا السيليكون. طيب عندما تسري أو الأجسام عندما تؤثر الأجسام المشحونة في بعضها البعض، يعني جسمين مشحونين بشحنات ويؤثروا في بعض، هذا ما يسمى القوة الكهربائية. يبقى تنشأ القوة الكهربائية من تأثر الأجسام المشحونة بعضها ببعض. طيب هذه القوة أو الشحنات دي بتؤثر طبعا في بعضها بقوة، وده بيسموه القوة الكهربية، أو ممكن يسموه المجال الكهربائي. القوة الكهربائية طبعا يكون حولها منطقة، هذه المنطقة أو حيز يعني للشحنة بيكون بتؤثر حوله، هذا بيسمى المجال الإيه الكهربائي. المجال الكهربائي طبعا عارفين إن الإنسان لما بيمشي فوق السجادة زي ما قلنا قبل كده، بتنتقل الشحنات من السجادة إلى جسمه، وده اللي بيطلق عليه اسمه يا شباب الإيه الحث الكهربائي. الحث الكهربائي يبقى ما هو الحث؟ الشحن بالحث، الشحن بالحث عن طريق الإيه، عن طريق انتقال الشحنات الكهربائية منين؟ من مثلا من السجاد او من جسم الجسم ايه اخر عبر الايه، عبر التلامس. طيب وقلنا ان بيحدث التفريغ الكهربائي ده مثل ما تكون انت رايح تمسك كده مقبض الباء، و هذا التفريغ الكهربائي ممكن بيحدث ايضا في البرق والصاعقة، هو نفس الكلام، ان بيحدث شحنات كهربائية بتتفرغ في الهواء. و طبعا من اثناء البرق والرعد دايما بيكون الناس يقول لك ان انت حاول تبعد او تكون في مكان مغلق، لا تكون في مكان في الهواء في الوقت ده او في الشارع، لان ممكن البرق ده دي شحنات كهربائية ممكن تؤثر على جسم الانسان، وممكن حتى كمان لا قدر الله يموت. طيب طبعا لما الشحنات الكهربائية دي بتمشي في سلك او موصل بتسمى التيار الكهربائي. والتيار الكهربائي ده يا شباب هو عبارة عن التيار الكهربائي هو تدفق للشحنات الكهربائية. طيب وينتج التيار الكهربائي في المواد الصلبة بسبب تدفق الإلكترونات، الإلكترونات هي اللي بتتدفق. طيب في كهرباء ممكن تحدث في السوائل؟ اه نعم ممكن تحدث، زي مثلا لو جبنا الكلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام وذوبناه في الماء، الكلوريد الصوديوم ده بيتكون من حاجتين، من الكلور والصوديوم. الكلور بيكون عليه شحنة سالبة، والصوديوم بيكون عليه شحنة موجبة، وبتكون موجودة في كل المحلول. طيب الدوائر الكهربائية زي ما اتكلمنا عليها، زي اللي شفناها قبل كده في الشريحة اللي قبل كده، يوجد عندنا طرف موجب وطرف سالب. الطرف الموجب والطرف السالب ده بيكون ما بينهم وبين بعض، لو وصلنا سلك ما بينهم بيسري التيار الكهربائي نتيجة لوجود فرق بينهم، فرق في الشحنات. هذا الفرق في الشحنات يسمى الجهد الكهربائي. يبقى الجهد الكهربائي ده هو ايه؟ هو عبارة عن مقياس لمقدار ما يكتسبه كل الكترون من طاقة وضع، او هو فرق في الايه، في طاقة كل الكترون. وبيقاس الجهد الكهربائي ده بوحدة الفولت، بوحدة الفولت. طيب وده اللي بيحدث في البطاريات، بتكون عندنا البطارية زي بطارية السيارة بيكون لها قطب موجب وقطب سالب، وبينتقل الالكترونات من القطب السالب للقطب الايه الموجب، وبتسري، وده بتوصل الايه، ممكن احنا بقى ناخد الكهرباء دي الناتجة من البطارية ونستخدم ونحولها إلى أشياء عديدة جدا أو طاقات أخرى،
ممكن نستخدمها في التحريك، نحولها لطاقة حركية، وممكن نستخدمها في تحويلها لطاقة حركية مثلا، مثل المساحات. المساحات دي بتعمل بالكهرباء، الكهرباء دي حولناها إلى طاقة حركية في مساحات الزجاج، زجاج السيارة. أو ممكن نحولها إلى طاقة كهرباء، طاقة ضوئية مثل الموجودة في مصابيح السيارة. طب هل البطارية بتستمر على طول؟ لا، ما بتستمر على طول. يعني مثلا لو انك انت تركت نور السيارة، الكشافات او مصابيح السيارة مضاءة طول الليل، وبعدين جيت في الصباح تيجي تشغل السيارة ما تشتغل. لماذا لا تعمل هذه السيارة؟ لان البطارية اصبحت فارغة. طيب متى تفرغ البطارية؟ البطارية بتتكون من مواد كيميائية، هذه المواد الكيميائية بتقوم بتفاعل كيميائي حتى ينتج الكهرباء. طيب لو ان التفاعلات دي كلها توقفت هيحدث ايه؟ هيحدث ان الكهرباء انتهت. طيب تعال نرجع تاني للدائرة الكهربائية لما بيكون فيها الاسلاك. هذه الاسلاك بتمر داخلها الشحنات الكهربائية مثل النحاس. طيب الكهرباء اللي بتمر في سلك النحاس دي، هل لا يعني ما عنده مقاومة، ما بيقاوم هذه الشحنات اللي بتمر داخله، مثل لي المياه. لو ان الماء يمر في اللي، جدران اللي بتؤثر على الماء اللي بيمر داخلها وبتقاوم مرور الماء داخلها. ايضا الموصلات بتقاوم مرور الشحنات داخلها، ولكن طبعا الموصلات زي النحاس مقاومته ضعيفة جدا للشحنات، فبتمر في الشحنات بسهولة. أما في مواد أخرى بيكون مقاومتها للشحنات كبيرة جدا فما بتمر. هذه ما بتسمى المقاومة الكهربائية. والمقاومة الكهربائية هي مقياس لمدى صعوبة تدفق الإلكترونات عبر المادة. وطبعا المقاومة دي ناتجة من إن الشحنات بتصطدم ببعضها أو بالإلكترونات أو ببعض المكونات داخل المادة، وبتقلل من سرعة الإيه؟ من سرعة الإلكترونات. وبتعمل هذه المقاومة اللي بتحدث داخل السلك دي بتتحول لطاقة حرارية وتخلي السلك إيه؟ الأسلاك تصبح ساخنة. عشان كده لما تمسك سلك فيه كهرباء وكان بتسحب بيه كمية كبيرة جدا من الكهرباء، تلاقي السلك أصبح ساخن، وتزداد هذه المقاومة مع طول السلك. لما السلك يكون أطول كل ما تكون المقاومة أكبر، وأيضا لما يكون السلك أرفع تكون المقاومة أكبر. يبقى أنت عشان تكون تقلل المقاومة تعمل إيه؟ تقلل مقاومة الكهرباء في الأسلاك. أول حاجة أنت تستخدم أسلاك يكون سمكها كبير عشان تكون المقاومة قليلة، وأيضا يكون طولها قليل حتى تكون الإيه؟ حتى يكون المقاومة قليلة. بكده نكون وصلنا تقريبا لنهاية درسنا، وطبعا يعني ناخد بقى كده بعض الأسئلة اللي بيقول عليها. نقول مثلا ما هو التفريغ الكهربائي؟ ما هو التفريغ الكهربائي؟ طيب وما هي، اذكر أمثلة على التفريغ الكهربائي، اذكر أمثلة على التفريغ الكهربائي، اذكر أمثلة على التفريغ الكهربائي. طيب ممكن نقول سؤال تاني، لماذا يستخدم النحاس في صناعة أسلاك التمديدات الكهربائية في الأبنية؟ لماذا نستخدم النحاس بالذات يعني في صناعة الأسلاك؟ طيب وأيضا السؤال اللي بعد كده، أيهما أكبر في المقاومة؟ أيهما أكبر في المقاومة؟ سلك من النحاس قطره 0.5 مليمتر، ولا سلك من النحاس قطره 0.1 مليمتر، أيهما أكبر في المقاومة؟
وكده يا شباب نكون خلصنا درسنا، وأتمنى لكم كل توفيق في الفترة القادمة وفي الدروس القادمة، ونلقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.